اسمي سيف خالد المسكري، صف رابع، مدرسة النخبة الخاصة، هوايتي المفضلة كرة القدم والقراءة. اليوم سوف أقرأ لكم قصة كذبة البيضاء. لا أعرف لماذا، لكن عندما سألتني أمي قبل أن أذهب إلى المدرسة ذات صباح: هل نظفت أسنانك يا نور؟ قلت لها: نعم يا أمي، في الحقيقة أنا لم أنظف أسناني، لكنني لم أكن أريد أن توبخني أمي، هي كذبة البيضاء لن تؤذي أحد، وعندما أعود من المدرسة سوف أنظف أسناني. ليس من عادتي الكذب على أمي وأبي، يقولون لي دائما إن الكذب عادة سيئة وإن حبل الكذب قصير والكذاب لا يصدقه أحد حتى عندما يقول الحقيقة. في آخر يوم من الأسبوع المدرسي لم أرغب في الذهاب إلى المدرسة، فرفخت كذبة لم تكن صغيرة هذه المرة بل كبيرة، لكن برأيي أنها كذبة بيضاء أيضا. عندما استيقظت من النوم بدأت أسعل وقلت لأمي أنني أشعر بدوخة بعدم القدرة على الوقوف أو الحركة. انشغل بال أمي وطلبت مني أن أبقى في السرير وارتاح. لما أخبرت الحقيقة لكل شخص كذبت عليه واعتذرت منه، شعرت أن الهواء قد أصبح عليلا وأنني لم أعد أحمل عبا ثقيلا ولم أعد خائفا من أن ينفضح أمري. من الآن وصاعدا سوف أقول الحقيقة بكلام جميل ملونا بدل الكذب بالأبيض والأسود. استمتعت بقراءة هذه القصة، أنصح أصدقائي بالقراءة، ومع السلامة.